بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لاحظت قبيلة على الفيسبوك اللي الخطاب والكلمة بتاع وصل بن شافر أثرت في البعض، وكل واحد يقرأ فيها كيف ما يراها هو. واحد يقول يعني بداية انقلاب، واحد نحب نقول هنا يا الشباب، خاصة نحب نخاطب شباب الثورة، هي راهي ثورة والمصير بتاعها ماهوش بيد وصل بن شافر، ولا بيد راشد الغنوشي، ولا بيد مصطفى مرزوقي، ولا بيد الانقلابيين اللي دعيوا توا الانقلاب، ولا بيد التجمعين. الثورة بيد شكون؟ بيد الناس اللي قامت بها، الناس اللي ساهمت فيها، الناس اللي عرضت الزرات على الغاز والكرتوش، هذوك مازالوا حيين، استشهدوا منهم 320 لكن البقية مازالوا حيين، ومازالوا مصرين على إنجاح الثورة بتاعهم. فبالتالي مش بشي أثر فينا قرار مصطفى بن جعفر اللي أنا ما يعني لي حد شيء، ولا قرار أحزاب، إلا شيء واحد. الشيء واحد شيء الساعة اليوم هما خرجوا في باردو، خرجوا 1,400,000 العدد. 1,400,000 يعني الارقام تاع نسبة المشكول. صحيح ظهر الحجم بتاعهم الليله، جيشه دعمه اتحاد ومعارضه وحساب وتجمع ونداء والهم الازرق بتاعهم الكل وجبهتهم ويساريتهم الكل جايبين 5,000 واحد. على اقصى تقدير 7,000 واحد، 7,000 واحد باش يخوفك يا شعب، 7,000 واحد هذاك باش يحدد المصير بتاعك يا شعب. نطمنكم حاجه بركة، اللي راه مصير الثوره بيد ابناء الثوره كما قلت. وإذا حسينا أي خطر على الثورة بتاعنا وخطر جدي المساس مكتسبة الثورة، فتأكدوا اللي كل لحوم اللي خرجت في الثورة واللي زعزعت نظام بن عدي من حي التضامن والحي الانطلاقة والكرم والسجون والجبل الأحمر والكبارية والملاسين وكل الأحياء بتاع تونس العاصمة الكل، سامحوني ما سميتهمش، والأحياء الداخلية بتاع الولايات الداخل والمناطق المهمشة هذيك الكل، راهي هذيك الصمام الأمان بتاع الثورة، فما يخاف حتى واحد وما عندهم ما يعملوا. اتاكدوا كانوا وقع اي خطر، راهي الجهات هذيك كلها مش تترفض، وراهي هذيك هي فعلا مش تنقلب على الانقلابيون ان فكروا في الانقلاب على الثوره. لا تقول لي ثم اطراف خارجيه باش تضرب، ولا تقول لي ثم قوه داخليه، القوه العظمى هي بفضل المولى سبحانه وتعالى هي قوه الشعب التونسي اللي وصل انتصر على بن علي المدعم بفرنسا وامريكا، فما بالك بالحفتريش هذوما والازلام والاذناب بتاع بن علي. ما ثم حتى شيء خوف، الامور بتاعنا لاباس ان شاء الله. الثوره بتاعنا امورها باش تولي هانيه، شنو هو؟ لانه يجب تتحد جميع ابناء الثوره بمختلف طيارات بتاعهم، ويكفروا بجميع الاحزاب ويحاربوا من اجل استحقاقات الثوره، من اجل الشيء اللي ماتوا واستشهدوا عليه ابناء الحومه بتاعنا ولاد بلادنا اللي ماتوا من اجله بلاش تسلموا فيه. اليوم مش باش يجيب باش قايد سبسي ولا تجمعين باش يفك الثوره بتاعنا، باش يرجع دوله البوليس، دولة القمع، دولة الإرهاب، دولة التلفيق، دولة الاعتقالات العشوائية، دولة تكميم الأفواه، دولة الإرهاب، هذا كل يستحيل كبش يرجع. أكدوا شيء هذا يستحيل كبش يرجع، علاش؟ لأن تونس برجالها يحاربوا على جالها. تونس فيها من الشمال إلى الجنوب، شكون اللي مستعد باش يضحي من أجل نصرة الثورة هذه ومن أجل تحقيق جميع أهداف الثورة هذه؟ فلا مجال لمرور الانقلابيين، وقلناها ونعاودوها أنه لا ولن يمروا، وبإذن الله سننتصر أو نموت، وقدرة ربي النصر لأبناء الثورة. آخر كلمة للانقلابيين، هذا رقم قداش ساعة الانقلاب اللي خطبوا؟ زيدوا حاول، زيدوا حاول، أنا نحبكم تأيسوش، زيدوا حاول. وانا قاعدين نتفرج لحد الان مازلنا نتفرج. كملوا اليوم عندكم 6 اوت ذكرى 6 شهور على استشهاد رفيقكم اللي قتلتوه اللي قتلتوه باش طلبوا بالمناصب. كل واحد يكمل الليله ويشد بيرته ويشد ببوشته ويريد، وما تزيدوش تستفزونا اكثر، رانا صابرين رانا ساكتين. مررتوه رمضان على الشعب التونسي، درهتوه خلاق الشعب التونسي، كرهتوه في حياته الشعب التونسي، ما كنتش مخلينه باش يعيد رايد، ما خليتوش يعد رمضان نتاعو رايد، عايشتوها على عصابه، ولات فيها ارهاب واغتيالات وهم ازرق هذاك الكل، واحنا مازلنا صامتين، كملوا الليله هذايا وكل واحد يشد دار، كل واحد يشد دار ويشد بابوشته وسايب علينا من ريخ الفارغ والرقيس هذايا، و200 مليون كل ليله تصرفوها، 200 مليون برا اعطاوها للاحياء الشعبيه، اعطيوها للاحياء الشعبيه والمناطق المهمشه، وكل الفقراء ما عندهمش باش يعايدوا، ما عندهمش باش يشريوا كسروا لوليداتهم الصغار، انتم تنفقوا فيها على ميكروات وبيعات وصنو وماكله وروس وفاكهه وسخط على روسكم الكل هذاك اش بيه؟ لاباس اعطيوا لك الزوال كي عندكم انتم الفلوس هذايا، اعطيوها تنحى الفقر. والاتحاد هذا الاتحاد الخراب، هاو شيء الحساب بتاعك ان شاء الله عن قريب. ولهنا باش نختم، على الدولة وواجب عليها وفرض عليها أن تبدأ اليوم مرحلة المحاسبة. مرحلة المحاسبة كل من دعا للانقلاب
ونكون بنساهم فيه ونكون بنحارب على انقلاب على رئيس الشعب يجب ان يمر الى القضاء. وما تخافوا من حق واحد، علاش؟ لانه الشعب وقتها يولي معاكم اذا كنتم انتم رجال وفي مستوى تطلعات الشعب، واذا انتم زدتوا انبطاع فسينقلب عليكم الشعب. المحاسبه ضروريه لان تعاون يوم الانقلاب قبل محاسبه الخدمة هذوكم. هذه الرساله بتاعنا، وحاول ما ثمش خوف ولا باس، وربي معنا الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باش نايم يا زعل حاجه.